عشان معلش انا اتفضل بس عشان ايه اللي دي ايه بقى دي ايه دي يا فندم ايه اللي بيحصل في رمضان ايه اللي بيحصل الناس بتحاول تنزل تشتري خزين على مدار الشهر بالظبط ودي عاده خلاص تعودنا عليها وعرفناها فانت هنا بتحاول تقابل احتياجات الناس على مدار الشهر ايوه دي شنطه قيمتها 50 جنيه يعني الشنطه بتتباع ب 50 جنيه المكونات اللي فيها لو دي ب 50 جنيه شايف حضرتك وزنها تمام لو اتباعت فرداني بكام؟ لو اتباعت فرداني بتوصل 65 جنيه بس انت بتقدر تعمل الميكس وتجمعها في شنطه ايوه وتخرج بره التغليف وتخرج بره الكراتين عشان تخفض سعرها تبيعها ب 50 جنيه عندنا سكر فيها سكر فيها زيت وحاجات معروفه فيها عشان مكرونه فيها مكرونه فيها صلصه نقوم نساعد فيها رز نساعد حضرتك هو ساعدني فيها رز هو ساعدني فيها رز وفيها صلصه وفيها صلصه وزيت وزيت كمان خد المفاجاه بقى يا احمد بيه في المعرض في مكسرات باب الشام مكسرات وتوابل دول لو هجيبهم من غير المعرض حوالي 65 جنيه بس دول هينزلوا شويه في رمضان ولا هم لا كده لا ده دي الشنطه دي معموله مخصوص عشان رمضان وعشان رمضان. اهل الخير تمام وعشان اهل الخير يعني دي كانت ب 65 هتبقى ب 50 جنيه وهتنزل عن 50 يا احمد بيه وهتنزل عن 50 انا بقول لك كده انا عارف لان هي غاليه شويه بيني وبينك طيب غالية. احمد بيه انا خليني انا خليني قبل ما انت تقول غاليه انا قلت لك هتنزل شويه غاليه شويه هتنزل يعني هنا لو معاها كيلو لحمه كانت تظبط كيلو لحمه ما ينفعش يبقى في شنطه معاها بغض النظر حطوه في شنطه وهيتاخد محدش يقول لك لا او فرخه او فرخه او فرخه او شويه سمك كده حلوين انما كده دي غاليه شويه ليه بصراحه غاليه لا غاليه 50 جنيه غاليه طيب. عايزه تنزل شويه تقريبا عايزه تنزل شويه أقل ولا شوية. نزود المكونات او تزود ايه رايك الاثنين واحد او تزود المكونات تزود المكونات كده الله ينور اوكي اديني يا باشا ودي مخصوص للمعرض ودي مخصوص للمعرض دي بكام حطينا السمنه دي بكام دي ب 58 58 بس زودنا المكونات بتاعتها زودنا مكونات السمنه جنه اهي وعندنا الصلصة وعندنا الزيت وعندنا يبقى زودنا السمنه تمام فزودت بقت 58 تمام انزل بره احمد تمام اللي قدام حضراتكم انزل بره اهي قدام حضراتكم اهي طيب نروح للاكبر يا احمد بيه احنا بنتحدى بيها تتحدى بيها تتحدى بيها لا ان شاء الله هتنزل نروح للاكبر ابراهيم بيها تنزل كام متوقع ال 58 دي هتعمل 45 وبكره فكرك 45 ليه لان هو انا النهارده الزبون داخل قدامه انا عايز ابيع ما انا عايز يبقى له دور نعم هقول له لا انا هبعت تعالى حطهم هات لنا هو ذات نفسه نازل معايا ابراهيم بيه هنا في بعض المنتجات احنا حاطينها في سعر التكلفه ما احنا نتنافس ان شاء الله زي ما حضرتك قلت نتنافس لصالح اكبر حجم قول لي اكبر حجم يا تامر بيه دي تكفي تقريبا اسره اربع افراد 15 يوم تمام 15 يوم دي حوالي 22 كيلو بقى تمام بس دي بتتعمل مخصوص للمعرض وهتبقى موجوده ان شاء الله في المعرض دي بكام رمضان ب 220 15 يوم كانك لو جبت كرتونتين كفيت الخزين بتاع الشهر كله بتقريبا 440 جنيه كانك كفيت طب الشهر. انا هقول لحضراتكم فيها ايه بقى هقول لحضراتكم فيها ايه اقعد ادي تمسك يا باشا معايا معاك اتفضل ساعدني مكرونات كمان شعريه شاي لابتون نعم نازل عرض في المعرض برضو لابتون عمر الدين حاضر يا باشا حاضر تمام. حاضر خليها حاضر اوكي اتنين قمر الدين اهو وادي كركديه وادي بلح وادي رز كيسين 2 كيلو رز تمام دي جنب بص احنا هنا ايه والجوده يا فندم انا مش عارف في تاني لسه ولا لسه لا لسه لا لسه دول عايزين يعني ربع عربيه نقل كمان زبيب كمان زيت اربعه ايه رايك ابراهيم بيه لا دي جامده لا بص لو انت عايز رايك دي جامده اصل انا منحاز للمستهلك دي هايله ايوه يا فندم انا شوف احنا منحازين اكتر منك الزبيب ده يزيد كويس شويه كويس مش هنقول عليه وحش والتمر الزيت شويه واللي نص نص هيجي لحضرتك كويس دي انا بقول لحضرتك اهو دي تقريبا لو احنا بنتكلم بس احنا بنتكلم برضو عشان يعني نكون صادقين مع الناس احنا بنتكلم على الحاجات الاساسيه يا ابراهيم بيه صح يعني طبعا احنا ما نقدرش نحط لحمه او فراخ في كرتونه ونبيعها دي يعني دي دورنا احنا بقى ده دور الغرفه بقى احنا اللي لازم اللحمه وندي يبقى من الثلاجه على طول حاجه مجمده او كده
فدي حاجات ما تقبلش يعني ان هي يحصل فيها اي نوع من انواع الفساد. دي لو اسره اربع افراد، يعني مش عايز اقول لك اسره ست افراد او، بس لو اربع افراد اعتقد ان هي الاساسيات اللي فيها تكفي تقريبا حوالي 15 يوم. تمام. لو خد كرتونتين بين قلب الجبنه، لو انت عايز تعمل بقى تعمل الكرتونه علبة فول، علبة جبنة، في حاجات علبة فول، علبة حلاوة، علبة فول، هي دي اللي انت بقى زود. انا في المعرض في المعرض هيبقى عندي فرصة بالظبط. ده اللي انا عايز اقوله لك، ان ما ترتبطش باللي انت عايزه. ممكن 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 يغير يعني، طبعا طبعا يغير. طبعا هيقول لي انا عايز جبنة، عايز زي ما حد بتقول حاجة بحاجة. ممكن بالظبط ممكن. لا انا برضو انا طمعان ان هو مش هيستبدل، هو هيزود. ليه؟ يعني دمة أساس سلسلة محترمة يعني أصول، فلازم يبقى يساعد معانا إحنا كصناع. حاتم يعني الأخضر واللبس سبناه، أنتوا بقى تساعدوا معانا. أنت عارف طبعا إن إحنا يعني ده يعني وده جزء وتقليل في المجموعة. أنت عارف أنا بتكلم مع المجموعة. عارف طبعا. فإحنا بنتكلم ديت أكبر حاجة اللي هي 250 220 هتنزل دي، هيزود فيها الحاجات. ليه؟ متوقع ان انا النهارده زبون اهو يا احمد بيه. دخلت هو حاطط زبيب، انا عندي باب الشام فيه زبيب، هنشوف الكيس ده هيبقى كام، هيروح للتاني هيبقى كام، هنتنافس لصالح المستهلك. كويس. واهم من ده كله بقى يا احمد بيه ان